وجه وانا انطيك المعلومات وتتعرف عليه. اسحب. خليه يكون قدامنا. يلا، واحد واحد. لاعب منتخب وطني. مثل أندية الشرطة. ابقى رافع. شرطة وزوراء. بهذه الصورة هو مرتدي كابتن منتخب وطني. مثل شرطة وزوراء. بس؟ يعني اللي أتذكرهن. بهاي الصورة. كابتن منتخب وطني. مثل أربيل بالمناسبة هو بالسابق. أربيل؟ ذكرت أيضا. واحترف، ما أقول لك وين احترف، تعرفه. شرطة وزوراء وأربيل بس. واحترف الدوري السعودي. أنا كان ببالي اثنين بس من قلت لي أربيل راح الواحد. منو؟ أنت لو تسألني شي يلعب بجوز توصل أكثر. لحظة. أنت من قلت لي زوراء وشرطة وكابتن المنتخب. إيه. جاوب بالي اثنين. إيه. أعرف جاوب بالك. علاء وسعد. إيه. قلت لي أربيل. إيه. سعد. سعد، صحيح. زين أخوش أقرب لك؟ قرب لي. زين. الصورة الأخرى. اسحب وحدة وحدة، ما يحتاج ايش اسمه. إيه. لاعب منتخب وطني. بعد شو تريد اقول لك؟ بس؟ اعطيني حرفه. احترف طويلا بالدوري التركي، بالدوري الايطالي. علي عدنان. انا بس اقول الاحتراف ينعرف. لاعب منتخب وطني. انت جايب تشكيله اليوم. اي اليوم جايب كل زملائك. زين. لعب للشرطة. بدنيا قوي دائما. احترف. ايه حاليا في قطر. يا مركز. لو ما تقول يا مركز. ارتكاز. بدنيا قوي. ابو عطوي. تحياتنا لامجد. يدعم مو. لاعب منتخب وطني. أقول لك لعب للشرطة. اليوم جايبهم كلهم أنت. ولعب للجوية. جوية؟ إيه. إيه. وما أقدر أقول النادي الثالث لين ينعرف. واحترف فترة في قطر. واحترف فترة في تونس. شرطة وجوية؟ شرطة وجوية. واحترف قطر تونس، بس النادي المحلي الثالث ما اقدر اقوله لان تعرفه. من توصل لمرحلة اليأس اقول لك. احترف بقطر وتونس؟ اي. تونس تجربة لم تكن ناجحة وموفقة وعاد ثم ذهب إلى قطر. حاليا بقطر؟ اي. هم ايش قد بقطر يعني مثلا؟ لحظة. تونس راح اقرب. راح اقرب. لحظه راح اقرب لك. اثنين بتونس. حسين وايمن. ايه. بس جويه. منو لعب جويه وشرطه؟ ايمن. ايمن. شنو رايك باحترافه في قطر؟ لغايه ناجح. الان ناجح؟ ناجح. طيب الله يوفقه. الصوره الاخرى. ارفع الصوره. لاعب منتخب وطني. لاعب منتخب وطني. مثل أندية. مثل أندية. الشرطه. الشرطه. حياتنا الشرطة. والأربيل. وبعد ما أقدر أقول نادي آخر لأن تنعرف. احترف. أكمل؟ أكمل؟ شرطة وأربيل؟ أي. أكمل؟ هذا وياي. لا هذا كمل. أي وياك. احترف في تركيا. و راح إعارة للإخريطيات. عرفته؟ علي فايز. وين مستقبله؟ هاي السنة؟ اي بس هو يدري. بس هو والله. ها؟ لاعب منتخب وطني، لاعب الشرطة، ولاعب الزوراء. بعد ما يحتاج أكمل. شرطة وزوراء. يدري
اي شنو ادري قبل شوي قلت لي هم اثنين لعبوا بالشرطه وبالزورة، ذكرت واحد بقى واحد. ها اي احترف احترف في قطر كثيرا، في كثيرا اي ليبيا احترف. هذا الكابتن تحياتنا له على عبد الزهرة. شنو رايك بالتجديده مع الشرطه؟ خطوه ناجحه و موفقة موفقة أكيد.